مشارك برنامج دورك في إطار مجموعة الخبراء. هذا البرنامج اللي هو كيهدف باش ننشأوا واحد الحوار ما بين الشباب والمجتمع المحلي، والحوار اللي كيمكن له بأن يكون ما بين الشباب والبلديات. هذه المجموعة هذه ديال الناس، مجموعة الخبراء، الهدف ديالهم بأنهم ياخذوا تجارب من طرف الندوات اللي داروا في هذا البرنامج، وياخذوا التجارب الدوليه باش نصيغوا هذا الدليل. الهدف ديال الدليل بانه يقدر يكون واحد الوسيله يستعملها اي واحد، شاب، بلديه، مجتمع مدني، جمعيه، باش نعرفوا كيفاش نحسنوا من الحوار في المجتمع المحلي، ونتعلموا مجموعه ديال الادوات ومجموعه ديال الوسائل اللي هي تقدر تنفع اي واحد. الهدف من هذا الشيء كامل ان مؤسسه أنالين في اطار تحاور الحضارات وتحاور الثقافات بغات تشارك التجارب في منطقه العربية في 10 ديال الدول، وكل واحد فيهم يعرف كيفاش يستعمل هذه الأدوات باش نخلقوا واحد المجتمع كينفع الناس كاملين، والمجتمع فين هو متماسك وكل شيء كيتحاور.